بكل عام تشهد أوكرانيا إقبالا متزايدا على تعلم اللغة العربية، ليس من قبل العرب والمسلمين فقط، بل من قبل طلاب يرون فيها جمالا فريدا وسبيلا نحو مستقبل يرتبط بدول المشرق. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. طيب الآن افتحوا الكتاب. عندكم كتاب؟ نعم. عندكم دفتر؟ نعم. طبيعي ومنطقي أن يتعلم طلاب هذه المدرسة اللغة العربية، فهي لغتهم كعرب ومسلمين، وفيها ارتباط بالهوية وسبيل نحو التعلم وفهم تعاليم الدين. لكن الإقبال على تعلم العربية لا يقتصر فقط على أبناء الجاليات في أوكرانيا، بل يتعداها ليشمل المئات من طلاب الجامعات والمعاهد وغيرهم الذين تدفعهم أسباب كثيرة لتعلم وإتقان هذه اللغة. اخترت اللغة العربية لأنها صعبة ولكنها جميلة جدا، وكما أعرف أن هناك كثير من الآفاق في أوكرانيا، لأن توجد كثير من السفارات العربية وكذلك الشركات الأجنبية، توجد كثير من العمل في المجال السياسي والمجال الدبلوماسي وفي مجال الصحي وفي المجال السياحي. نيكيتا جيد، ماذا تريد أن تشرب؟ جيد. أمام الراغبين بتعلم اللغة العربية من الأوكرانيين صعوبات كثيرة يجب أن يتحدوها، فهي صعوبات لا تقتصر على نطق أحرف غير مألوفة فقط، ولا على طريقة الكتابة من اليمين إلى الشمال. المخارج الحروف يوجد مع الطالب مشكلة في هذا، لكن نستطيع أن نقول أنها ليست كثيرة، ونحن نحاول بالتدريج أن نعالج هذه المشكلة. هذا بالنسبة. يوجد مشكلة أخرى في تركيب اللغة، يختلف تركيب اللغة العربية عن تركيب اللغة الروسية، لكن نستطيع أن نتغلب على هذا أيضا من خلال الممارسة وكثرة التدريبات. في كييف وحدها 5 جامعات تعلم اللغة العربية وحتى لهجات بعض الدول، وتخرج سنويا مئات الطلاب ليكون لهم مكان في مجالات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وخدمية. السلام عليكم أو مرحبا وكيف الحال؟ عبارات قد يعرفها البعض من باب الفضول أو التجربة فقط، لكن الكثير من المهتمين في أوكرانيا يجدون في اللغة العربية سبيلا للتعلم أو حتى لرسم المستقبل. صفوان جولاق، UATV.